نشوف اكثر عبيد حاكم ضرهم برشا وكا حاكم ضرهم بطريقه غير عاديه. مش عارف لك مانيبيلاسيون عبيد قاعده مانيبيل وتشغل في الوضع. ما عندي حتى اخبار ان شاء الله ربي. أثبت المجتمع المدني في تونس والاتحاد والأحزاب السياسية الكل أنهم جبناء والجبناء لا يصنعون التاريخ. جو مكسكوزناني لا 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 نعطيهم الصحة. شكون هم مجمع سليان نعطيهم الصحة ما حقهم ما يكسروش والعنف هذاك مش باهي. ما عندي حتى تعليق نوتر أنا. وضع لاباس أمور هانية وسوا لاباس. وهذا سؤال تسأل فيه ربي يهديك. أوكي إذا والله حاجة توتافي نورمال وإن شاء الله معناها الحكومة تغزل المشاكل موضوع كل موضوعية أنهم العبيد عندهم الحق ينتفضوا على الحالة متاحهم على البطالة متاحهم على الستاتيو متاع الزواولة متاحهم. والله ما عنديش حتى فكرة سمعت بها ما عنديش حتى فكرة يعني وصير بالضبط. توا راضت شوية الأحداث بمن وشد المعتمد الأول وربي يستر وإن شاء الله يلبيوا لهم مطالبهم. هذيك شنو نقول لك خويا كل هذه التجاذبات سياسية ما نرمل مهرم عمد في يمين يعملوا ائتلاف يشوفوا مصلحة البلاد قبل مصلحتهم الشخصية. كل مرة يتحركوا الشعب على حاجات عندها مبادئ وعندها ومعناها جوستيفي ويقول لك لا هذاكم أطراف وهذاك شكون وراه وهذاك لو جي تي تي. ما في بالي بشيء ولا عمي أنا ما عنديش في السياسة صح. حاجة باهية ياسر باهية ياسر حاجة مهمة. كيفاش باهية من أي ناحية؟ ناحية الشجاعة تاع الشباب تاعنا. أن بوان فينال. الإنسان ما ينجمش يعبر فهمتني. إن شاء الله ربي يرجع القلوب لبعضها وهذاك هو. لا والله ما نعرف شيء ما نعرف شيء. تقول شنو اللي صار؟ لا والله ما عرفتش ما عنديش حتى فكرة. سامحني والله ما عندي. وليدي اللي صار في سليانة ما يعجبش من المواطنين وما يعجبش من الحاكم الاثنين. والله ود عمي ماني عارف. والله مساكن اخواننا في سليانة ظلموهم والله. انا غادوني اللي عيناهم ضربوا هذاك اللي غادوني عيناهم ضربوا هذاك هم اللي غادوني فهمني كاين عيني انا صح. امان ما تصورنيش صح. بلاد داخله في حيط بالرسمي والحكومه يلزمهم يفيقوا ولو حالينا من العراك على الكرسي ونتلاقوا في مصلحه البلاد خير. والله شيء ما يصيرش سمع الحاكم جي خاصه قسمته بالله من الاخر وعلى الاخر.